أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. وقال الله جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أو بعقابه والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش آخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة آخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا عند الله كجناح البعوضة ما سقي الكافر شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا أي هما الآخرة كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. المقصود من مجيء الإنسان على الأرض لا الأكل ولا الشرب ولا اللبس ولا الراحة ولا العزة، هؤلاء كل حاجات في الجنة بعد الموت. من الإنسان الله جل جلاله خالقه وخالق كل شيء. لأي درجة
الله جل جلاله خلق الكائنات، خالق كل شيء الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. خلق كل شيء من إعطاء الله له. خلق سبع سماوات الله، خالق الأرض الله، خالق البحار الله، خالق الأنهار الله، خالق الأشجار الله، خالق الرياح الله، خالق البحار الله، خالق الليل والنهار الله، خالق الجبال الله، خالق الأنعام الله، خالق الوحوش حشرات الأرض والحيوان والطيور والحيتان فقط الله، خالق الملائكة الله، خالق النجوم الله، خالق الضياء الله، خالق الظلام الله، خالق الحر الله، خالق البرد الله، خالق المرض الله، خالق الصحة الله، خالق البصر الله، خالق السمع الله، خالق قوة الشام الله، خالق النطق الله، خالق العقول الله، خالق الأفعال الله، هو خالق كل شيء، خالق الجميع الله، هو ليس مخلوق هو الخالق، خلق كل شيء بقدرته، خزانة كل شيء عند الله، كما قال الله جل جلاله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزانة الحبوب عند الله، خزانة الثمار عند الله، خزانة الحديد والمعدنيات عند الله، خزانة المياه عند الظلام عند الله، خزانة النور والضياء عند الله، خزانة الماء عند الله، خزانة الحر عند الله، خزانة البرد عند الله، خزانة الأرواح عند الله، خزانة الأجساد عند الله، خزانة الألوان عند الله، خزانة الصور والأشكال عند الله. ما من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا يعرف العمر مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال جل جلاله قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كم أشجار صغار
الجبال على البوادي وعلى الصحراء وعلى في البلدان في كل مكان أي مدد كان صغير أو كبير الأوراق صغار كبار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بإرادته وكل شيء في عهده قدير على كل شيء أي شيء يشاهد في الكائنات وأي شيء يرى في الكائنات بقدرة الله جل جلاله لذلك الله جل جلاله أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كي يعرفون الناس ذات الله وصفات الله وكبرياء الله وقدرة الله وعلم الله قدير على كل شيء فكل نبي في زمنه دعا الناس إلى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله بحق إلا الله كل نبي من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى لا إله إلا الله لأن الناس انخمشوا في الدنيا واشتغلوا في الدنيا ونسوا الله ونسوا الآخرة ففي كل زمان الله تبارك وتعالى أرسل نبيا من الأنبياء وكل نبي دعا الناس إلى لا إله إلا الله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الناس ظنوا واعتقدوا وتيقنوا أن الفلاح في التجارة كما قوم شعيب تجار تلقنوا أن الفلاح في المال وفي التجارة والناس اعتقدوا أن الفلاح في الزراعة كقوم سبع اعتقد وتيقن أن الفلاح في الزراعة والناس تيقنوا وظنوا أن الفلاح في الدولة كنمرود وفرعون والناس ظنوا أن الفلاح في القوة كقوم عاد والناس ظنوا واعتقدوا وتيقنوا أن الفلاح في المال كقارون والناس تيقنوا وظنوا أن الفلاح في الصناعة كقوم ثمود الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل قوم
يخرج العلم النبي من هذا اليقين الفاسد ومن هذا الاعتقاد الفاسد ومن هذا الظن الفاسد ويدخل في قلوبهم ولدهم لا 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 الا اليقين الصحيح ان الفلاح ليس في التجاره بل في الله ان الفلاح ليس في الزراعه بل في يد الله ان الفلاح ليس في الصناعه بل في يد الله ان الفلاح ليس في الدوله بل في يد الله ان الفلاح ليس في الاموال بل في يد الله جل جلاله لذلك كل نبي جعلنا الى لا اله الا الله يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا هم الاسلام فتران تعلمنا لا اله الا الله ما اطاعوا ما عبد الله الله تبارك وتعالى اهلكهم في الدنيا وامطر عليهم الجمرات من السحاب في الدنيا اللهم احفظهم امهات كانوا يدعون من يشد من يدعو فهو دعا للسلام دعاهم الى الله ودعاهم الى عبادة الله ودعاهم الى لا اله الا الله اخر الامر الله تبارك وتعالى سلط عليهم الريح الله تبارك وتعالى اهلكهم ودمرهم في الدنيا اللهم احفظنا مثله المشابة يقرون بالزراعة كما قال الله جل جلاله لقد كان مستدعي في مسكن لنتان أيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشرب من سجن قليل في كل زمان أخيرا محمد رسول الله في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث بمكة قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أنبياء السابقين دعا الناس إلى لا إله إلا الله أقائد الناس أن الفلاح في التجارة والزراعة والصناعة والدولة والأسلحة والأموال والأسباب وما علموا أن الأسباب خالقها الله الأسباب في خلقها تحتاج إلى الله والأسباب في حياتها تحتاج إلى الله وملك الأسباب في يد الله حياة الأسباب في يد الله والعلم يشاهدون بأعينهم ما تفعلون ما تفعلون ما تفعلون ما تفعلون
الجيران حلك قوم الجيران حلك قوم الجيران حلك قوم هاد حلك قوم سمين حلك قوم سبا حلك قوم نوت حلك نمرود حلك فرعون معني قل الله الله قم الشهادة بعلمي ما تظلم بظلام ما تخاف أن تظلم وأن بنتي وأن تدور وأن وزير وأن تاجر أن التجار وأن الزراع وأن الرؤساء وأن الوزراء وأن العمال ما هكذا المشاهد في مشاهدة الله ما فيه الله تبارك وتعالى يعطي من البشارة لا تدري بها بلا فيتدري يا إلي البشار رسول الله صلى الله عليه وسلم دع الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ثم اصطلح الشعر لما قالوا اصحابوا أعداء الله كل أهل الأرض في عداوة الرسول في خلاف الرسول التجارة في أيديهم الدولة في أيديهم الأموال في أيديهم الرسول ولد يتيما عاش مسكينا كان فقيرا ليس معه سوى الله الله تبارك وتعالى ما أعطى له مالا بل أعطى له فقرا أعطى له مسكنة كل الله تبارك وتعالى الناس في الأموال وفي الدولة وفي الأسباب ليس في الذي هؤلاء يكون ليس شيء إلا بإذن الله خمس بعض نظر هذا يريد لأن ما يكون فعلا من نظر الله قال ما استوى خشوة بيت نظر ايش هذا كيف الثلاث لا يعلم الله الثلاث قد لا يعلم الله ليس فيه الثواب وليس فيه الحبة وليس فيه الطعام وليس فيه البضاعة وليس فيه العمران أيضا فيما يحب الله كان الله تبارك وتعالى يجيب الناس الحرافية لا إله إلا الله الله تبارك وتعالى كان يجيب الناس ويجيب أهل الدولة أن الحرافة لا إله إلا الله الرسول لم دعنا إلى لا إله إلا الله قاله صار أعداء قالوا يؤذيه ويضربه ويشتمه ويلعنه ويستعذب ينبيه ويستعذب ينبيه الذي يقرب لا إله إلا الله قال مستعذب منه كل هو طرفه وكل مستعذب الله أكبر الأسباب في يد أعداء الله ونبي الله بدون الأسباب مع ذو الأسباب فأعطي ذو الأسباب كان الله تبارك وتعالى يري الناس قدرته حين ابتدع الرسول الدعوة من لا إله إلا الله
شيئا فشيئا. الناس قبلوا الإسلام قبلوا الإسلام قبلوا الإسلام قبلوا الإسلام سرا خفية من العالم. وحينما أنزل الرسول أنزل وأسقطه أمر بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وكفوا أيديكم لا أيها المزمل ومن ليلة إلا قليلة جاهدهم بجهاد كبيرة على مكية. المقصود من الآية كما فسر المفسرون فإن دعوته للعالمين كلهم لذلك أمر جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فالرسول وما كرمنا لهم الله شغله دعوة النازل الله شغل الرسول دعوة النازل الله شغل كل من أكل بلا إله إلا دعوة الله دعوة الله. من العالم الرسول في فكر هداية الناس والناس في فكر هلاكته الناس في فكر عدايته وفي ومن يسعون في خلافه الرسول يتفكر ويتدبر ويسعى كيف الناس يدخلون في الجنة وكيف الناس يأخذون من النار وكيف الناس يفلحون في الدنيا وكيف الناس يفلحون في الآخرة. كل من نكرنا عند الله إلا عند الله تغير في كله فكره مع في فكر الرسول وفكر الرسول في هداية الناس في صلاح الناس في حفظ الناس من الناس الناس في عدالته وفي هلاكته وفي إيذائه وفي تعذيبه. والله فكر الرسول فقط في هدايته فكر الرسول فقط في إيجائهم من النار وفكر الرسول وجهد الرسول على السبيل فقط في صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هرب من مكة من المكة إلى المدينة المنورة في الطريق قل يا رسول الله الطريق قلب الأمن والطريق قلب الخوف. لم يطريق نمشي لم يمشي بقلب الخوف. حينما دخلوا في منطقة قطاع الطريق إلى النصوص فرأوا منهم للسائل رأوا منهم إسلام نفس قالوا ورسول الله رأينا للسن قال لهم جئوا بهما إلي بأن حيلة فجعلوا الحيلة وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما من أنتما؟ قال نحن مهانا نحن مهانا أنت نحن. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتما مكرمان فأسلم كلاهما لكل ما اعتبر بيت وقال ولقد كرمنا بني آدم هل النصوص من بني آدم؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتما مكرمان فأسلم كلاهما فحينما في حفظ أموالنا من النصوص فهمنا وفكرنا في حفظ حصتنا من القطاع والنصوص وفكرنا وهمنا في حفظ أنفسنا من النصوص والقطاع والفكر
بشير الأعظم في الحزن القطاع والنشيط والنهار شكر الرسول وحمد الرسول في حزن النهار كيف يعبدون من الله تبارك وتعالى بهذا الفكر وبهذا الهم هدعه الله فاهتدى حفظه الناس كانوا اعداء له صاروا احباء له كان عدو كبير شديد العداوة لكن حينما أقرب إلى علم الله صار من حباته كيف كان عمر أشد الناس في هداية الإسلام قبل الإسلام حتى كان عنده المقولة من قيل أسلم عمر ميتاً ومن قيل عمر الخطاب أسلم على مفهوم قام في حمية القوم تمتع رشد رسول صلى الله عليه وسلم قال من قصة الله لكن ما هكذا الشدة ما هكذا الغضب القوم في انتظاره وكان رجل عمر برأس رسول الله في الانتظار لكن هنا ما أقر بلا إله إلا الله ولا يا رسول الله راد سيدك حتى أدعو الناس إلى لا إله إلا الله في كل مجلس إلى المجالس خالق الإسلام فيها فالدعاء إليه من كلمة إلى لا إله إلا الله المقصود حمل الرسول شكر الرسول فقط في هداية الناس وفي إيذاء الناس من الناس في إيذائهم من الناس أصحاب الرسول تركوا أفكارهم وأخذوا فكر الرسول أخذوا فكر الرسول فكل واحد من أصحاب الرسول صار حمله كحمله صلى الله عليه وسلم صارت فكره كفكره عليه الصلاة والسلام وكل واحد منه جعل مكتبه مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من قدم لا إله إلا الله دعا صار داعيا صار داعيا صار داعيا صار داعيا في البداية فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحمد الوحيد وصل حينما أقرأ أبو بكر لا إله إلا الله الله أكبر صار داعيا كل من أقرر لا إله إلا الله صار داعيا كل من أقرر لا إله إلا الله صار داعيا هكذا يا أحباب حينما كانت الأمة قائمة بدعوة الناس إلى الله كانت معهم نصرة الله وكانت معهم البركات من الله وكانت تنشر عليهم بسبب حمل الرسول وفكر الرسول وجهة الرسول وأمل الرسول الرحمة تنزل عليه وعلى العالمين كلهم لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن حبيبه وما أرسلناك إلا طائفة للناس وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة رحمة على الناس
صلات الله رحمته للمني أو للناس للعالمين. ومع صلات الله رحمة للعالمين من عرش الله إلى تحت الأرض، من عرش الله إلى تحت الأرض كل شيء يحتاج إلى رحمة الله، كل شيء يحتاج إلى رحمة الله، كل شيء يحتاج إلى رحمة الله. كلامه هو لكن الباب تنزل منه الرحمة إلى يوم القيامة. من كيف تنزل الرحمة إلى الله؟ قولوا بآمان يا رسول، بآمان يا رسول. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حما لا تحتاج إلى رحمة الله لكن بآمان يا رسول، بآمان يا رسول. أي شيء كان يجيب الرحمة بآمان رسول عليه الصلاة والسلام. الرحمة في الآخرة والرحمة في الدنيا فقط بآمان الرسول إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أصحاب الرسول سلمين فتركوا كل شيء وقالوا بآمان الرسول واهتموا بسنن الرسول في الميراث، في الطعام، في الشراب، في الزواج، في النكاح، في التجارة، في الزراعة، في كل شيء. لأن أمر الله إلا بعمل الرسول، إلا بسنة الرسول، إلا بعمل الرسول، إلا بفكر الرسول. إلا ما مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلوا مقصود حياته مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، شكرا لأصحاب الرسول، كانوا يترى مساكين أتغيروا مقصد حياتهم، فهموا مقصد حياتهم، ليس مقصد حياتهم إلا أعمال الأنبياء، وإلا يتكلم الله، وإلا انتصار الأيام للناس، مقصد حياته الإنسان، لذلك علماء وصلوا في فارس. الله أكبر. هذا روح حديد الفارس 60,000 كانوا راكبين على الخيل. أشكرهم كان يمشي على الماء مثل يمشون على الرمل. الفارس حينما رأوهم ماشيين على الماء مثل مشيهم في الرمل، في لغتهم قالوا إلى من إلى من. إلى اليوم هذا الكلمة الفارسية موجودة في التاريخ، إلى من إلى من. هم الجهال، هم الجهال، ليش الناس هم اللي قتلوا دخل في كل المرات. فهم كلا على في خلال مدينة الاني اجتمع من مدينة المنوى الى بحرين، فأهل بحرين جمعوا الشجون في شاشاتهم توصل الخبر على ابن حضر من جنة العامل ان العدو اراد الزواج. فهنا ما بسمى الاشياء في البحر على ابن حضر من جنة العامل تفكر من ينظركم هنا في السفن ويتأخرون. قال ابن فقائه صلى الله على التوحيد. هذا لا اله الا الله، هذا لا اله الا الله، هذا دين الرسول، هذا أعمال الرسول، هذا مقصد الرسول. ما مقصد الرسول، ما يد الرسول، ما أعمال الرسول، نصرة الله.
على يد القلم فطر صلى الله وفطر قال ابو هريره رضي الله تعالى عن الحديث فصلى الله وفطر صلى فهدر ليضل الله اسفل خفافه بالماء طريق الاستفادة من العلم الاستفادة من الكائنات والاستفادة من قدرة الله الاستفادة من قدرة الله الناس هم يستفيدون كيف يستفيدون من الأرض ومن النار ومن الحديد ومن النيران ومن الأحجار ومن الخشب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمونهم كيف يستفيدون من قدرة الله كل الأنبياء ليس عن الاستفادة إلا من قدرته جل جلاله الاستفادة من قدرة الله كان يستفيد الناس من قدرة الله ومن صفات الله جل جلاله فكل امر من اوامر الله بالاستفادة من قدرة الله كل سنة من سنن الرسول بالاستفادة من قدرة الله فاصحاب الرسول علمون الاستفادة من الاستفادة من قدرة الله كانت فهم يعلمون الطريق الاستفادة من قدرة الله كنت في زمن هارون الرشيد جاء القاسم من سلطان الشام إلى بغداد مكتوب عنده من سلطان الشام ابن عبد السلطان الشام وهو عالمي نعم وجمع العسكر كثير فسلطان الشام خاف على دولته كان المدد من البغداد من هارون الرشيد فهارون الرشيد سأل من العلماء قال له هو كافي وهو كافي أنت خليفة لا تريدوني أن ننصروه إلا آتيهم الإجازة مغلقا له فالذي يريد تخفيف له فهو أعلم هكذا جاء القاسمي سلطان السن فالذي يريد من المسلمين أن يذهب إليه لنصرته يجاهده الله أكبر في قلوب المؤمنين حب الدين وحب نشر الدين خمسة آلاف ظالمان خمسة آلاف ظالمان وهم يحبون وكل واحد منهم لنا يمكن سفر من هذا يكون سببا لنشر الاسلام في الدين فجوه يا ارسلوا حينما يصلوا على حدود السور قام سلطان السور استقبلهم استقبالا واكرمهم اكراما لكن حينما عدوا علم خطبهم خمسة آلاف وعددهم قليل وعدد الدعاة أكثر من 100,000 كيف هذا؟ هل وراءكم الناس؟ أمين ليش قال ما هذا؟ لا هذا طريق المسلمين ما شاء الله لكن الشيطان حينما نقول
الصغيرين في العالم كله في الطبق. أنا في الطبق. فهم حصلوا خزية وله عادة كان يسخر في الجو ويسمع مثل السحاب. مثل السحاب. وفي أي مكان هو يريد يسلط السحاب وتنطر من السحاب الجمرات. جمرات النار. فحينما حصلوه وصل الخبر إلى سلطان السهل فخاف على دولته وطلب الوزراء وقال عنه بس الآن ما بقي لنا شيء. المسلمين شجاع لكن كيف هم يقابلون الجمرات من الفوق؟ وزير سلطان السهل قال اطلب أمير جيش المسلمين يمكن عندهم العلاج. قال كيف العلاج من الجمرات؟ قال استشر منه. فطلبوا أمير جيش المسلمين فهو جاء وذكروا القصة. قال أمير جيش المسلمين لا بأس لا بأس عندنا العلاج كيف تعالجه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا علاج كل شيء لكن بالشرطين الأولين. ما شاء الله حسب السابق صفوف الجيش الغغاة وأمام مقابلهم المسلمون ووراءهم جيش السيل. الله أكبر. الله تبارك وتعالى يعطينا اليقين بكلامه وبكلام حبيبي. أمير الجيش قال لرفقائه توضؤوا. ماذا قال؟ توضؤوا. لما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلاح المؤمن الوضوء. سلاح المؤمن الوضوء في قلب اليقين. وبدأ الصلاة الركعتين. بدأ الصلاة الأمير بنفسه بدأ الصلاة. الصلاة معراج المؤمنين. المصلي يناجي ربه. الصلاة المصلي يناجي ربه. الصلاة معراج المؤمنين. المصلي ينادي ربه. فأي شيء يضره الذي أي شيء يضره من الذي ينادي ربه. اللهم ارزقنا اليقين في قلوبنا لتصحيح هذا اليقين جاء الأنبياء ولإخراج يقين فاسد جاءوا الأنبياء. الساحر في وسط جيش البغاة وصنع السحر وصنع في الجو مثل السحاب. مثل السحاب. فحينما أراد أن يحركه وأن يسلطه على جيش المسلمين ما فاز في سحره. ما فاز في سحره. قبل تمام ركعتين بدأت الجمرات تمطر على
على جيشهم على جيشهم مثل الجمرات تنطر على جيشهم. قل ليش هذا؟ قالوا هذا أول اليوم ما فزت في سحري. فهم كلام؟ هذا أول اليوم في طول حياتي ما فزت في سحري. فهم كلام؟ الله أكبر. كيف الصلاة وكيف الوضوء وكيف لا إله إلا الله؟ سلاح المؤمن الوضوء. يا ليت لو قامت الأمة مثل ما قام أصحاب الرسول في دعوة الناس إلى الله، فقط في دعوة الناس إلى الله. أخرجوا من قلوبكم هم كل شيء فيما هم فيما هم النصحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فهمتوا؟ فأخرجوا من قلوبكم هم كل شيء سوى هم نصيحة الناس وسوى هم هداية الناس سوى هم هداية الناس كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من قلوب أصحاب رسول هم كل شيء سوى هم دين الله سوى هم دين الله. فحينما الله أكبر كان يمر من منطقة اللصوص من منطقة اللصوص في قلب الرسول هدايتهم في قلب الرسول هدايتهم. فأصحاب الرسول هم أخذوا هم الرسول. حينما مكرت الجمرات فانتم فتقدم المسلمين وانهزم البغاة. فسلطان الصين قال لا بد أنتم انكثوا عندنا لا نحب أنتم ترجعوا. قالوا استأذن من خليفتنا استأذن من أميرنا من بغداد. فانتشر الإسلام في الصين وكان عدد المسلمين أكثر من عدد باكستان الشرقية الغربية في الصين في منطقة واحدة. الليل عدد المساجد في منطقة واحدة 9000 الآن موجود. فكيف كان في زمن السابق المسلم ليس مقصده حياته الله أكبر إلا دعوة الناس إلى الله إلا نصيحة الناس كلهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل لقوم واحد ولا لأهل اللغة واحدة ولا لمنطقة واحدة. كذلك الأمة إلى يوم القيامة لهم نيابة عن رسول الله لهم نيابة عن رسول الله. كم عمر الرسول بعد البعثة؟ نعم 23 مضبوط. ودينه إلى متى؟ إلى عمره 23 سنة. ودينه إلى يوم القيامة. هل يأتي بعده نبي جديد؟ لا يأتي بعده نبي جديد. الله تبارك وتعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس. صحيح هذا القرآن.
ما هذا؟ أرسل كافة للناس، ما خرج من جزيرة العرب، ما خرج الرسول الإسلام من جزيرة العرب وهو مرسل إلى الناس كلهم وإلى الجان كلهم، فمن يقوم في نيابته؟ هذه الأمة فيها الاستعداد لنيابة رسول الله، في الاستعداد لنيابة رسول الله في مقصده وفي جهده وفي دينه. لذلك الرسول ما سماك إلا كافة للناس، قل كنتم خير أمة أخرجت، كنتم خير أمة أخرجت، أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة أخرجت للناس، والرسول أرسل كافة للناس، فرسولنا كافة للناس، والأمة أخرجت للناس، أخرجت للناس نيابة عن رسولهم، نيابة عن الله تبارك وتعالى. قال قل من مامور، قل من مامور، رسول الله، قل لمن يقول لأصحابه هذه سبيلي، هذه سبيلي، أي سبيل؟ هذه إشارة إلى مسمى، هل المراد من السبيل من مكة إلى الطائف؟ هل المراد من السبيل من مكة إلى جدة؟ هل المراد من السبيل من جدة إلى مدينة؟ لا، أدعو إلى الله على بصيرة، على سبيل، أدعو إلى الله على بصيرة، على سبيل الرسول، على التفسير لسبيل الرسول، أدعو إلى الله على بصيرة، على سبيل من؟ دعوة إلى الله سبيل من؟ فقط سبيل الرسول، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، هذه سبيلي، أي دعوة إلى الله، أنا أدعو أنا ويدعو من اتبعني، فالسبيل الرسول، سبيل من اتبع الرسول، المفسر فسر آمن به، كل من آمن برسول الله سبيله سبيل رسول الله، كل من آمن برسول الله سبيله سبيل رسول الله. قال هذا القول الله، وسبيل الرسول دعوة إلى الله، فسبيل من آمن بالرسول دعوة إلى الله، دعوة إلى الله. وكما كانت النصرة مع الرسول كذلك النصرة مع الأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لكن لو مشت الأمة على سبيل الرسول، على سبيل من؟ على سبيل الرسول إلى يوم القيامة، النصرة والبركة والرحمة موجودة بدعوة الرسول بعمل الرسول عليه الصلاة والسلام،
أيًا كان الذي آمن برسول الله وقام في سبيل رسول الله جعل مقصد حياته مقصد رسول الله فمعه نصرة الله إلى يوم القيامة. وكل الخلائق في يد الله تحت قدرة الله بإرادة الله حسب إذن الله. النار لا تستطيع أن تحرق طبنا واحدا بدون إذن الله. الماء لا يغرق طبنا واحدا بدون إذن الله. السكين لا يقطع بدون إذن الله. السم لا يميت بدون إذن الله. كل شيء بقدرة الله وبإرادة الله وخلق الله. مخلوق من الله من خالقه، فكل شيء خلقه في يد الله وحياته في يد الله وموته في يد الله الذي قدير على موت كل شيء، الذي قدير على حياة كل شيء، هو قدير على كل شيء. هذا هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أصحاب الرسول ما كان عندهم الأموال، ما كان عندهم الأسباب مثل اليهود والنصارى والمجوس. أفقر الناس أصحاب الرسول، الأموال والدولات والأسباب في أيدي الكفار، في يد اليهود والنصارى والمجوس، لكن عندهم دعوة الناس لا إله إلا الله. عند أصحاب الرسول الدعوة، وعند أصحاب الرسول أعمال الرسول، وعند أصحاب الرسول امتثال أوامر الله. أي في أي معركة وعند أي حاجة حينما رأوا التأخر في نصرة الله، حينما رأوا التأخر في نصرة الله لا يتفكرون في الأسباب ولا يتفكرون في الآداب، يتفكرون أي سنة فاتت عنهم، أي سنة فاتت عنهم، أي العمل نقص منهم. فهمتم؟ وكيف حال قلوبهم؟ كيف حالوا؟ يتوجهون إلى قلوبهم وإلى يقينهم وإلى أعمال الرسول وإلى سنن الرسول، لأنه كانوا مقتنين النصر من الله بسبب مجيء النقصان في أعمالنا، بسبب فقدان سنن الرسول منا. كان في قلوب كل شيء في يد الله، كل شيء في يد الله. فإنما كانوا يصلحون أعمالهم ويصلحون قلوبهم، يطهرون قلوبهم ويطمئن سنن الرسول. أتت النصرة، قال جاء النصرة. إخوة الكرام، هذه بداية الأمة، هذه بداية الأمة. ليس بضاعة الأمة الأموال، وليس بضاعة الأمة الأسباب، وليس بضاعة الأمة الأسواق، وليس بضاعة الأمة
المزارع والتجارات دماء الأمة، أعمال الرسول وامتثال أوامر الله. هذا بداية الأمة. لو قامت الأمة، الله أكبر، في أعمال الرسول، وفي لهذه الأمة النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قامت الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي النصرة اليوم وإلى يوم القيامة؟ اليوم هنا يوم القيامة. مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود من الخروج. كل واحد من المسلمين يصحح نيته ويغير فكره ويغير مقصد حياته. مقصد حياة كل واحد من المؤمنين، مقصد حياة رسول، لأن أصحاب رسول حينما وصلوا عند كسرى في فارس هم شعبوا ليسيتوا تريدون الأموال وتريدون الأراضي وأنتم الفقراء والمساكين، فماذا أجابوا؟ ما قالوا لهم جئنا، ما قالوا لهم جئنا إليكم، بل قالوا الله ابتعثنا إليكم، الله ابتعثنا إليكم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الرحمن، ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله ابتعثنا إليكم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الرحمن، ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هدف، وهذا هدف الأنبياء. ليس هدفنا أخذ الأموال، وليس هدفنا أخذ الأراضي، بل هدفنا قول لا إله إلا الله. هذا هو مقصد الأمة. يا ليت لو قامت الأمة فقط ذهب مستعدون للدين نقدر نقدر، فمن منكم مستعد يقول نقدر في سبيل الله؟ كلكم مستعدين نقدر. نعم، وغيروا مقصد حياتكم. مفهوم الكلام؟ فجزاكم الله خير الجزاء. يريدون التنظير من عشرة أيام؟ لا لا لا، لو اتركوا تنظير نقدم طول الحياة. غيروا المقصود، غيروا الهم، وغيروا الفكر. لا يبقى في قلوبنا الحمد لله هم دين الله، ولو ليس لنا مقصد الا مقصد دين الله. فهمتم؟ الذي غير المقصد نقدم طول الحياة يقول ليس المقصود 4 شهور حياه كله كل الحياه. جزاكم الله خير الجزاء. اشكرهم مثل اصحاب الرسول، اما نموتون في الطريق انتم، واما الله تبارك وتعالى يهودنا. الله جنهج الدعوة، فهمتم؟ الله جنهج الدعوة، لا نهج آخر، لا نهج. فلا اسمعوا بعض الناس في العرب الحماس كثير، في العرب الحماس، فهمتم؟ لكن الحماس لا تفيد في كل حال، فهمتم؟ لا تفيد كل حال، بل في كثير من الأحيان تضر. لا
لابد للداعي الصبر مثل صبر الرسول، لابد للداعي الصبر مثل صبر الرسول. لو فات عن الداعي الصبر فقد عنه النصر وهم من نصرة الله. فهمتم الكلام؟ الصبر مثل صبر الرسول. شيء آخر من صفات الداعي، من صفات الداعي، حينما رجع الرسول من الطائف قالوا الطائف ماذا فعلوا بهم؟ قالوا الأحجار انشق جسده وسأل دمه، جلس على الصخرة والدعاء من الله. ما عاب أهل الطائف، ما عاب أهل الطائف، بل قال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواي على الناس. نزل الملك، نزل الملك من الله، الله قدير على كل شيء، الله قدير على كل شيء. قال الملك الله تبارك وتعالى أرسل إليك، لو أنت تأمرني الله تبارك وتعالى أعطاني القوة أن أرفع جبلي يدي وأطابقهما مثل مطابقة حجر الحار الطائف بينهما. فهمتم؟ هكذا التألم والتأذي والتعب من أهل الطائف، وهكذا الذل من أهل الطائف، هكذا الخيار من الله لحبيبه، هكذا الخيار من الله لحبيبه. فماذا فعل الرسول؟ ماذا فعل الرسول؟ لا لا، إلا المؤمن. فأنا أرجو الإسلام في أصلابهم. هذا الصبر مطلوب، أنا أرجو الإسلام في أصلابهم برجاء الإيمان في أصلابهم. عفا عنهم، عفا عنهم، ليس مقصد الأنبياء أخذ الدولات، وليس مقصد الأنبياء سلب الأولاد، وليس مقصد الأنبياء أخذ الأراضين، بل مقصد الأنبياء فقط هداية الناس، فقط هداية الناس. اليهود حينما جاء الانهزام في أهود، فاليهود تعالوا نكمل أن النبي، لا لا لا، قصده الدولة، قصده الدولة. فالرسول عليه السلام قال اليهود هم كاذبين في قولهم، ليس مقصد الأنبياء الدولة، وليس مقصد الأنبياء السلطنة، بل مقصد الأنبياء فقط هداية الناس، فقط هداية الناس. هم افتروا علينا، أنا نبي الله، أنا نبي الله، لست من الكاذبين، ليس مقصدنا إلا هداية الناس، إلا هداية الناس. لو جاء شيء في قلب الداعي الميلان ولو كان مثل الذرة إلى الدنيا، إلى الدنيا حرم من نصرة وحرم من أجل الله، حرم من أجل الله، لا ينصر
اجر له. فهمتم؟ طيب الطلاب كلها في قلبه حقيرة. الحقيرة ليس مقصده عبد الله، مقصده فقط الاخرة، فقط الاخرة. شيخ من يوسف محمد رحمة الله عليه قال: لو مثلنا في هذا الجهد جوعا عطشا عريان حفاظ لا نبالي أهوالنا، لا نبالي أهوالنا. مفهوم كلام؟ لا نطلب بدل هذا العمل في الدنيا ولو فلسطين. ليس مقصد هذا العمل شيء من الدنيا، الذي في نيته شيء من الدنيا لا ينشر ابدا ولا يمشي العمل ابدا. الله تبارك وتعالى لا ينشره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته الى الله ورسوله، فقط الى الله ورسوله، فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه دعوة فقط إلى الله. الدعوة فقط إلى الله، والمقصود من الدعوة فقط هداية الناس، ليس شيء من الأموال وليس شيء من الدولات. الذي جاء في قلبه مثل الذرة حر من النصر، الله تبارك وتعالى لا يتركه ولا يمشي أمامه إلا رب الحماس. بس فيهم الاستعجال، فيهم الاستعجال، هم يريدون مساء وصباح كذا وكذا. لا يناس ابن الداعي، اصبروا وتحملوا، واخرجوا من قلوبكم هم الدنيا وهم كل شيء سوى هم الدين وهم الاخرة. لكن مشروط على نهج الرسول، مشروط على نهج الرسول. وفهم كلام؟ بس اللهم ارزقنا جود حبيبك حسب مرضاتك لإحياء دينك جل جلاله.